وأعطي الفرصة الآن للأخ المندوب الدائم للجمهورية اليمنية الشقيقة، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة الدول العربية، سعادة السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان، الزملاء المندوبين الدائمين، نجتمع اليوم لكي نسمع الصوت العربي الواحد الموحد للعالم بأن أي قرار بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس سوف يعتبر امتدادا للسجل الانحياز السافر الأمريكي والمطلق لإسرائيل والمعادي للقضية العادلة للشعب العربي الفلسطيني والمستفز لمشاعر الأمتين العربية والإسلامية، مما سيزيد المشكلات الإقليمية والدولية توتيرا وتعقيدا فوق ما هي عليه من تعقيدات وتوترات. إن إعلان الرئيس الأمريكي عن عزمه نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل لن يعطل عملية السلام العادل والشامل فحسب، بل سيزيد من مشاعر الغضب في المنطقة تجاه السياسات الأمريكية، مما يؤدي إلى اتساع التأثيرات السلبية على أي جهود محتملة للشروع في عملية السلام، بما في ذلك سوف يجعل أي دور أمريكي محتمل أمرا مستحيلا. إن أي خطوة جائرة وغير مسؤولة لنقل السفارة الأمريكية للقدس يعد انقلابا جليا على القانون الدولي وتشريعا يأذن بالسماح لاكتساب أراضي الغير بالقوة وإجراء متهورا يسهم في الإخلال بالأمن والنظام الدوليين. إن الرأي العام العربي والعالمي يناهض بقوة هذه الخطوة التي تمس بهوية القدس والتي تثير جملة من المحاذير الإنسانية والقانونية الدولية بصفتها انقلابا واعتداء فجا على مبادئ القانون الدولي وانتهاكا صريحا له، وعملا عدوانيا أثاره ويثير قلقا عميقا حول العالم من التداعيات والعواقب الخطيرة إن أقدمت الإدارة الأمريكية على مثل هذه الخطوة. لابد من التذكير أن القدس تتمتع بوضع ديني وتراثي للديانات الثلاث، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخالف حتى قانونها الوطني إن هي أقدمت على الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. إن هذا الاعتراف إن تم سوف يطلق يد السلطة، سلطة الاحتلال، في تدمير والاستيلاء على كل التراث والمؤسسات التاريخية والدينية للديانتين المسيحية والإسلامية، وكذلك المؤسسات التعليمية، سيما وإن إسرائيل لا زالت تعمل لتغيير معالم المدينة المقدسة الديمغرافية والجغرافية، ولم يكن بناء المستوطنات فيها وحولها وكذلك بناء الجدار الذي أدانته المحكمة الدولية إلا لإحداث هذه المتغيرات الغير شرعية، ومشروع القانون المقدم مؤخرا إلى الكنيسة والذي يعتزم ضم مستوطنات إسرائيلية للقدس واستثناء ضواحي عربية منها هو التأكيد على هذه السياسة العدوانية والعنصرية. إننا نهيب بكل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وقادة الرأي العام حول العالم أن يرفعوا أصواتهم مطالبين الولايات المتحدة الأمريكية بالتقيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتذكير بأن القانون التزام بالقانون هو البديل الحضاري لعمليات الإرهاب وانتهاك الحقوق. إن الجمهورية اليمنية تؤكد مجددا أن جوهر القضايا العربية ومحورها هي القضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية للأمة العربية، والتي لن تستقر الأوضاع في المنطقة والعالم إلا بإيجاد حلول عادلة شاملة لها من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية. إن ذلك الحل هو المدخل الحقيقي الوحيد لحل كافة المعضلات التي مرت وتمر بها المنطقة. ومن هنا فإننا نحذر من خطورة اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال وخطورة تنفيذ المخططات التهويدية لمدينة القدس المحتلة وتصاعد استهداف المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات المتواصلة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين تحت حماية قوات الاحتلال، فضلا عن تصاعد وتيرة حفر الإنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه بما يهدد بانهياره، والاستمرار في تقييد حرية عبادة المسلمين والمسيحيين في مساجدهم وكنائسهم في المدينة المقدسة. إن الجمهورية اليمنية تجدد تأكيدها
على الإجماع العربي باعتبار القدس خط أحمر، ومحاولة اعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال هو لعب بالنار وإدخال المنطقة منحنا بالغ الخطورة من خلال تبنيها سياسات وإجراءات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما تستفز مشاعر كل عربي ومسلم باتساع العالمين العربي والإسلامي. وفي الختام نجدد التأكيد على دعم اليمن الكامل والدائم بالرغم من الظروف العصيبة الحالية والاستثنائية التي تمر بها اليمن لفلسطين والفلسطينيين للحصول على حقوقهم الشرعية والتاريخية التي كفلتها لهم معطيات التاريخ والتشريعات والقوانين الدولية والإنسانية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سعادة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية الشقيقة على كلمته.